نحن نفصل بين المصدر الأساسي اللي هو خط أحمر والآن يظهر الإنقلابيين بدو يسلموا بأنه المصدر الأساسي خط أحمر بكل سلوحياته. يعني طبعاً الحال نحن في حاجة إلى أن يفعل دوره إلى أن يسرع في المصارعة على الدستور وفي القانون الانتخابي ويسرع في إنهاء أعماله الدستورية والقانونية ويبقى حتى أن ينتخب نواب جديد. فيما يخص الحكومة نحن لسنا ضد مع حلين الحكومة ولا استقالة علي العريس. متصدق مدخول يصير داخله فما جندات اللي شافت اللي في التعامل.